عند اقتراب موعد زفافك ما هو أكثر شيء تخافه؟ الحوادث. حيوان يختلف اسمه عن اسم أنثاه؟ الأسد. نوع من الأشجار العالية؟ اليوكاليبتس. غيره؟ النخل. مطربة عراقية راحلة؟ مطربة عراقية باس. طريقة لتحضير البيض؟ القلي. مطربة عراقية راحلة؟ مطربة عراقية راحلة. أنا الفن ما أصحابك. واو، راعيك سؤال، يعني سؤال بجوابه مو أقل من 30-32 نقطة، وسهل. يعني عندنا عفيفة اسكندر، عندنا لميعة توفيق، زهور حسين، وحيدة خليل، زكية جورج، مو صح؟ مو هنا. لو مو أحلام وهبي ذاك، يعني ما عندي معلومات. خلي نشوف الآن درجات. خمس أسئلة سألتك وجاوبتني، لكن مع الأسف أكو سؤال اللي هو الرابع، مثل ما محمود ما جاوب أنت أيضا ما جاوبت، فكان صفر، اللي هو مطربة عراقية راحلة. لذلك خلينا نشوف الأسئلة إيش قد جابت لك أرقام. كان السؤال الأول حلو، عند اقتراب موعد زفافك ما هو أكثر شيء تخافه؟ حالة الوفاة قال محمود 28 نقطة صح. أنت قلت الحوادث، الحوادث يعني الحوادث أخذت عليها 10 نقاط. شنو الحوادث؟ يعني حوادث كثيرة، بس هنا قال حالة وفاة، لربما حالة وفاة تخص عائلته، عائلة الزوجة، يعني لربما حتى الزوجة تتوفى مثلا. لذلك الحوادث عامة ما حدد. السؤال الثاني، حيوان يختلف اسمه عن اسم أنثى، قال لبوة أخذ صفر، لكن أنت إيش قلت؟ الأسد، والأسد هو الجواب المطلوب، فأخذت واستحقت على درجة عالية هي 30 نقطة. السؤال الثالث، نوع من الأشجار العالية، قال الكاليبتوس. الكاليبتوس 32 نقطة. أنت أيضا قلت لك غير، قلت النخل، النخيل، والنخيل أيضا عالي 27 نقطة. السؤال الرابع، طبعا جاء هواء في شبك مع الأسف، مطربة عراقية راحلة، صفر لمحمود، وأنت أيضا ما جاوبت فصفر رغم إعادتك. يعني والمطربات العراقيات كثيرة، زكية جورج، لميعة توفيق، وحيدة خليل، عفيفة اسكندر، لميعة توفيق، أحلام وهبي، مع الأسف واحد، يعني واحدة أفضل. السؤال الخامس، هذا سؤال البيض حلو، هسه 157 شو تجيب بعد حتى نوصل لل 200؟ يجوز اكو استثناء مثلا وياخذ مثلا جيت 43، كل شيء جاهز. احنا درجاتنا مو عاليه، بس يبدو لانه الاجابه، خلينا نشوف. السؤال الخامس، مو هذا بي اكل وبيض بكيت تطلب درجه عاليه. طريقه لتحضير البيض، محمود قال سلق 30 نقطة، أنت هم قلت سلق، قلت لك غير، قلت لي القلي، نقليه، و 24 نقطة، 181 يعني باقي 19 نقطة، أكو 3 صفارة لو واحد من عندهم، هذا مال المطربة مثلا، أو اللبوة لو جاي مثلا غيره، صح مو بالله؟